احنا كنا قرق برشا هنا كجيران نسكنوا هنا واحد اخر العشيه نهار السبت تلقى الناس بصشياتها فهمتي في الليل يمشيوا يباتوا فيها ويسكروا فيها كل ليلة عراك كل ليلة مشاكل معناتها مسخن الاغلبيه التلوث فهمتي انا الرابع عشر من جانفي 2011 أسقط بائع متجول نظام التحول ليتفرق المنتمون للتجمع الدستوري الديمقراطي وتبقى مقراته صروحا ترمز لسنوات طويلة من الظلم والاستبداد والديكتاتورية لتتلاشى هياكله بقرار حله يوم 9 مارس 2011 وتعود كل ممتلكاته وعقاراته للدولة التونسية ولشعبها. مقرات أحرقت وأخرى نهبت وبعضها بقي على حاله، وثلاث سنوات مرت دون أن يتم استغلال هذه المباني على أحسن وجه. كلجنة التنسيق بصفاقس مقر أكلته النيران وأصبح مبنى لأشباح الماضي والحاضر، ودعا عدسة الكاميرا للتجول بداخله وفهم ما يحدث به. بالنسبه لدار التجمع كلها الصغار المتسولين يباتوا فيها كل ليلة عراك كل ليلة مشاكل مشروبات كحوليه كل نهار العشيه ساشيات يتعداو يسكروا فيها وبعدين يعملوا عركة وبداو باللماس وبداو كذا. احنا كنا قلق برشا هنا كجيران نسكنوا هنا واحد كل شيء. هذه قاعه تجمع ولات معناها تقول معناها مأوى نتاعك السراق ونتاعك المتسولين فهمتني، ولا طول النهار داخلين خارجين فروخ صغار نساء كبار يقيلوا غادي ويخرجوا معناتها مسخن الاغلبيه التلوث فهمتي لهنا، حتى الزبله فهمتي العباد ولا طيش في وسطها ضربه ضربتين واحد جايب ساشي ولا كميون يفرغ في الزبله كنت شفتي مشيره الاخرى فهمتي، ولا طفل عمرها 20 طفل عمره 25 يجي ويدخلوا غاديكا مع نص الليل ماضي ساعه يدخلوا يقعدوا ربع ساعه نص ساعه ويخرجوا يروحوا. مش مقلقكم الشيء هذا؟ قلقنا احنا الشيء هذا، قلقنا احنا كنخدم هونيه وكاولاد منطقه مقلقنا الشيء. يجيو في النهار يبداو يطلبوا واحد كل شيء، يبداو يشموا في اللونكول، يبداو هاي طفل وطفل دخلوا الداخل ويلعبوا في القمارة وكل شيء مهما كان. الفجر ولا حاجه يبداو متعدين لعبات مع السبعه ثمانيه هكا يبداو يطيشوا عليهم في الحجر، ولا تلقاهم وليدات صغار بليش هي مصيرها طفل عمرها 12 سنه وطفل ساعات نسمع عياط ولا حاجه نلقاوها هي معناتها هي وياه، مش معقول معناتها كيما هكا. اخر العشيه نهار السبت تلقى الناس بصشياتها فهمتي، وبالرغم الحاكم يدور ويلوج عليهم شوف الحاكم يهربوا فهمتي، الحاكم قاعد يجي يوميا برس لهنا يدخل موتورات ويلوجوا فهمتي، ولا قداش مره نجي معاه ما يهربوا، ولا يطلع لك الاخر ايتاج الفوق تلقى يضرب الحجر ولا يكسر في البلر. تقول الثوره اليوم مش صار عندها عامين وثم عباد جاي تكسر ثوره فهمت، ولا يعملوا فيها حاجه معناتها استنفعوا بها المواطنين التونسيين. انا من رايي تكون سونتر كوميرسيال كبير برشا ولا حاجه هكايا فهمت، تكون احيا البلاصه تكون احسن وخير. هناك عديد المقرات التي تم توظيفها لفئه الدوله، عديد مثلا ثم هناك قطب قضائي في مدينه صفاقس في أقيمة على انقاذ لجنه التنسيق اللي بطبيعه الحال تم نهبها وحرقها، ولكن تطلب الامر ترميمها اموال كبيره، ولكن هذا سيقع التفويت فيه لفائده الدوله بطبيعه الحال، بطبيعه حتى عمليه التفويت تكون عن طريق أملاك الدولة، أملاك الدولة تقتني لفائدة وزارة العدل هذا المقر من مصفي الحزب المنحل. بعيدا عن تلك المقرات المهملة قادنا الفضول الصحفي لاستجلاء أمر المقرات التي كان يسوغها الحزب الحاكم للأشخاص والمؤسسات على وجه الكراء، والتي رفض العديد من أصحابها الحديث عنها بحجة استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة مع وزارة أملاك الدولة، وكأن الخوف من الجلاد لازال مرابطا عند عتبة محلاتها. فأردنا البحث أكثر واستبيان الأمر من جانبين، جانب قانوني وجانب آخر يخص الوزارة المعنية، فكان الرد كالآتي. أوليا هي لابد أن يقع استرجاع هذه المقرات، ثم طريقة التصرف فيها بالكراء أو بالإيجار أو غيره من ذلك العقود أنه يتم النظر فيها لاحقا.
مخالف للقانون، هناك وجهين للقيام ضدهم. أولا من الناحية المدنية والاستعجالية الخروج لعدم الصفة، وهو من الناحية الجزائية يقع تتبعهم من أجل الاستيلاء على ملك الغير. ثم جزء هام من المحلات التجارية خاصة اللي أصحابها أو المتسوقين ما خلصوش معاينة الكراء، ولكن ثم جزء هام أيضا هام جدا اليوم يخلص معاليم الكراء. ونحن يعني هناك عملية تصرف يعني جيستيون في هذا الملف، هي معناها ثم عديد التفاصيل اللي معناها متأتية منها بطبيعة الحال أموال لفائدة خزينة التصفية إلى حد الآن. بين الإهمال والكراء تشتتت هذه المقرات في زحام الثورة، لكن بعضها نجا بطريقة أو بأخرى، ربما تضر بمكاسب الدولة وتثير قضايا مستقبلية كالتي استغلها بعض المتساكنين للإقامة والسكن، وأخرى أصبحت فروعا لجمعيات ومنظمات غير حكومية تارة يفوح منها رائحة اليمين وطورا آخر رائحة اليسار، كمقر شعبة الرباط بصفاقس الذي تحول إلى مقر لثلاث مكونات للمجتمع المدني: الكشافة، رابطات حماية الثورة، والجمعية القرآنية. نهار 4 جانفي معناها خفنا أنه السكان المنطقة هذه مش يثوروا على المنطقة على التجمع هذه، أنت كانوا غاضبين ياسر وكان مش يتعرض للحرق. الحمد لله وقفوا رجال المنطقة هذه وقفنا وتمكننا أنه سيطرنا على الموقف، وبعد قعدنا نروا شكون الجمعيات اللي نجموا نتعاملوا معهم باش نأطروا المنطقة هذه ونأطروا الصغار نتاع أولاد منطقتنا ونجموا نفيدوا المنطقة هذه. تلاجينا البرشة جمعيات أنشطة وكذا، في التالي في النهاية الحمد لله أنه جمعية المحافظة على القرآن اتصلت، هي اللي اتصلت بنا وهي كانت المبادرة باش تدخل المكان هذه، وعملنا يد في اليد والحمد لله وكوننا هيكلة كاملة والحمد لله. فوجنا كان معناها منذ تأسيسه ينشط هنا، خذا مقر من المقرات بترخيص من الدولة، معناها ما جيناش دازين الباب ودخلنا اتباعا قبل كما كان قبل الثورة الاتحاد الوطني للمنظمات رخصنا باش ننشطوا هنا. قعدنا على مدى 20 سنة نستغلوا في المكان، وتو الثورة عندنا ديجا 3 سنين بعد الثورة نفس الشيء، بقينا في مكاننا بما أنه هو المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة. أبناء المنطقة والأبناء المنطقة معناها سواء الكبار ولا الصغار، لو كان نخرجوا من هنا وين مش نمشي؟ شبابنا وين مش يمشي؟ احنا نتجاروا باش نبنيوا جيل أحسن لمستقبل واعد، مش نتجاروا باش نحطوا صغيراتنا في الشوارع. بالنسبة للأخلاق التو ما جاتنا حتى مراسلة رسمية، لكن صبينا دوسي لدى الإدارة الجهوية لمصلحة أملاك الدولة، إدارة جهوية فيها معناها كافة الأوراق الرسمية اللي هي تثبت وجودنا على مدى 20 سنة. أيضا صبينا مجموعة من الإمضاءات للمنطقة، وهذه نسخة منهم، معناها نسخ منهم هذوما الإمضاءات الأولياء المنطقة بطاقة تعريف اللي هما يطالبوا باش يبقى الفوج قائم الذات والفوج موجود يكون متنفس شبابي. مباشرة بعد الثورة اللي البلاد كانت في حالة فراغ كاملة، ما كانش توجد الدولة، ما كانش أجهزة متاع الدولة. كما قامت حماية الثورة بحماية المنشآت العامة والخاصة للبلاد في فترة حرجة جدا، كما قامت بحماية الأفراد والشخصيات والناس معناتها والمواطنين وحماية البلاد، كان كذلك من جملة الأشياء اللي يمكن حميناها هي ممتلكات اللي ترجع بالنظر للتجمع. لاحظنا اللي ثم العديد من الأطراف من الأهالي أو من المواطنين وكذلك حتى من المنحرفين قاموا بعملية السطو على هذه المقرات. تدخلنا احنا كرجال حماية الثورة في العديد من المواقف، العديد من الأماكن، وسيطرنا على هذه المقرات هذه. ثم اللي رجعناها الممتلكات نتاعو ممتلكاته واصبح معناتها ملكه الخاص وضمه للباقي الملك نتاعو. ثم اللي كان موجود هيبه واعطاه للتجمع لغايه في نفس يعقوب وكانت متع بها هو، هم رفعوا على العديد من القضايا باش يسترجعوا هذه الممتلكات بان على اساس هي ممتلكاتهم الخاصه، ولكن للاسف خسروا القضايا هذه. وثم امثله عديده في مثل في صفاقس. وتم هنا مش نشاط الرابطة فقط أو المجلس حماية الثورة فقط في هذه المقرات، هو
احنا كنا نعرفوا اللي ثم كان ثم تصحر كبير برشا في العمل الجمعياتي والعمل المدني في 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 في, في, في تونس، ونقولوا احنا في صفاقس زاده. هو بعد الثوره توجد العديد من الجمعيات المدنيه، هنا تم تشريك هذه الجمعيات في هذه المقرات، وثم مقرات اصلا كانت توجد فيها مجال حمايه الثوره ثم تم تسليمها للجمعيات بعينها كما جمعية محافظة عرقوب الآن الكريم، وهذه بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد ما صارت الانتخابات متاع مجلس التأسيسي. هكذا كان رأيهم، ومن أجل دعم مواقفهم استشهد كل طرف بوثائق تؤيد ما يعتمر بفكره، لكن أمام الوثائق والفصول القانونية تلغى كل الوثائق، خاصة عندما يتفق القانون مع القرار السياسي كما هو الحال فيما يخص استحواذ كل ألوان طيف المجتمع المدني والسياسي على مقرات حزب التجمع المنحل العائدة بالنظر للدولة التونسية. بخصوص هذه المقرات لابد أن تعود إلى الدولة التونسية، وعلى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة أن يقوم بجميع الإجراءات القانونية اللازمة قصد استرجاعها للدولة التونسية. يكمل الإشكال في أن هناك عديد العائلات اللي استولت على مجموعة من العقارات، وأيضا عديد وعديد وعديد الجمعيات حقيقة ومناها وبالألوان الثقافية والسياسية وكل يعني كل الألوان موجودة على اليمين وعلى اليسار، ورابطة حماية الثورة ومنظمات وطنية كما الهلال الأحمر والكشافة، ويعني كل هذه المنظمات حقيقة قامت بأعمال لا توصف إلا بأن كونها تم الاستيلاء على هذه المقرات. مهما كانت نوعية هذه المقرات فلا بد من إرجاعها إلى الدولة التونسية باعتبارها ملكا للدولة التونسية، واعتمادا على قرار المصادرة وأمر المصادرة فإنها ترجع للدولة التونسية دون سواها. بالنسبة للوضعيات للاستيلاءات والتحوز بدون وجه حق بهذه العقارات، هو في الحقيقة احنا وجهنا عدد كبير جدا من الملفات إلى جهاز المكلف العام لزراعة الدولة اللي بدوره قام بمجموعة كبيرة من القضايا، في سواء في الخروج قضايا استعجالية في الخروج لعدم صفة أو في قضايا في كف الشغب، وبدأت الأحكام الآن تصدر في هذا الخصوص يعني، وما زالت مجموعة كبيرة جدا من القضايا اللي هي الآن منشورة ضد الـ 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 كل من استولى بدون وجه حق على مثل هذه العقارات. أعتقد أنه على السيد المكلف العام بنزاعات الدولة أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة قصد استرجاع هذه المقرات من خلال القيام بقضية استعجالية في استرجاعها لإلزام من يتصرف في هذه المقرات وإلزامه بالخروج منها لعدم الصفة. وزارة الملك الدولة حتى بصفتها كمصفيا أو اللجنة الآن لا يمكن لها أن تمكن أي جهة حتى وإن كانت الدولة من أي عقار بدون عوض، لأنه المركز القانوني الآن للجنة أو لوزارة الملك الدولة هي مصفي، هو مصفي لأموال، هو مؤمن على هذه الأموال أن تقع عملية استنضاض لهذه الأموال ويتم خلاص الديون، وبعد ذلك تنقل إذا بقي من الأموال تنقل إلى ملك الدولة. رغم التجاذبات والقضايا المرفوعة لاسترداد مقرات هي على ملك الدولة استحوذ عليها أصحابها بعد سقوط نظام بن علي، إلا أن القانون يقف في صف الحق العام ويؤكد على أن ثورة الياسمين خلقت لترسخ الديمقراطية والعدالة الانتقالية وتفرض هيبة الدولة دون تشفي أي طرف أو استغلال فسحة الثورة للاستحواذ على مقرات كانت على ملك الدكتاتورية وأصبحت من حق كافة الشعب التونسي. ليكون الحديث بقية وعن قرب.